السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة نهاية الأسبوع من برنامج الصحافة تقول معي حسام باصهي، ونطالع في هذه الجولة. واشنطن تجدد التزامها بإنهاء الصراع ودعم مستقبل مستقر وآمن لليمنيين. غروندنبرغ، مشاورات لتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية في اليمن. مقترح أممي بتمديد الهدنة في اليمن إلى 6 أشهر. الأمم المتحدة تتوقع انتهاء كارثة صافر بهذا التاريخ. أهلا بكم. البداية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، حيث جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بإنهاء الصراع في اليمن ودعمها لمستقبل مستقر وآمن ومزدهر لليمنيين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك أمس الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. وخلال اللقاء أكد بن مبارك على حرص الحكومة ببذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي، وهو ما تكلل مؤخرا باستعادة رحلات طيران من وإلى مطار صنعاء على حد قوله. كما أشار إلى استمرار مماطلة ميليشيات الحوثي حتى اليوم في تنفيذ ما يخصها من التزامات، خاصة تلك المتعلقة برفع الحصار عن مدينة تعز وتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة الإنسانية في المحافظة المحاصرة لأكثر من 7 سنوات. وقال على الرغم من إيجابية الهدنة المعلنة في وقف الأعمال القتالية والتخفيف من معاناة الناس، إلا أن عدم جدية الميليشيات الحوثية في الالتزام بها واستمرار انتهاكها وارتكابها للعديد من الخروقات المتكررة يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لجديته في الضغط على هذه الميليشيات للاستجابة لجهود السلام. كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ يوم أمس الأربعاء عن متابعته للمشاورات مع مجموعة متنوعة من اليمنيين ضمن عملية متعددة المسارات. وقال في تغريدة مقتضبة على حسابه في تويتر أنه يتابع مشاوراته لتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. يأتي ذلك عقب يوم واحد من عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن، استمع خلالها إلى إحاطة للمبعوث الأممي حول سريان الهدنة وأبرز التطورات الميدانية. وأشار المبعوث إلى عودة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء واعتبرها مؤشرا إيجابيا، إضافة إلى دخول ناقلات وشحنات وقود عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وذكر أن البعثة الأممية تسعى إلى مواجهة التحديات الأساسية وتمديد الهدنة في اليمن، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في هذا الجانب. طلبت الأمم المتحدة من الأطراف اليمنية تمديد الهدنة التي سوف تنتهي في 2 يونيو المقبل، واقترحت أن تكون المدة الجديدة 6 أشهر، حيث ينتظر أن تتلقى ردود الأطراف في الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف المبعوث الأممي اجتماعاته في العاصمة الأردنية عمان مع المختصين والفاعلين اليمنيين بهدف دعم صمود الهدنة وتمديدها ومعالجة القضايا العالقة، وربما وبما يؤدي إلى الدخول في محادثات الحل السياسي الشامل. مكتب مبعوث الأمم المتحدة طلب رسميا من الأطراف اليمنية تمديد الهدنة التي بدأت في إبريل الماضي ومقرر لها أن تنتهي في 2 من الشهر المقبل، وأن الطرفين يدرسان الطلب على أن تسلم الردود خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل وقبل أيام من الموعد المحدد لانتهاء الهدنة القائمة اليوم. كشفت الأمم المتحدة عن خطة تشغيلية تتوقع بدء تفريغ ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن من حمولتها النفطية ونقلها إلى ناقلة بديلة في منتصف يوليو المقبل. وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي قبل يومين 41.5 مليون دولار، فيما قدرت الحاجة إلى 144 مليون دولار منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف. وبحسب الخطة التشغيلية التي أعدتها الأمم المتحدة للتعامل مع ناقلة النفط صافر، من المفترض تحديد السفينة الجديدة في مايو الحالي والانتهاء من إجراءاتها، على أن يتم إعداد عقد السفينة في الأول من يونيو المقبل،
من جانبه شكك مسؤول في شركة صافر للإنتاج والاستكشاف في نجاح الخطة التشغيلية للأمم المتحدة متوقعا أن تواجه تحديات كبيرة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة. أهلا وسهلا بك معنا سيد فيصل، وفي البداية ما هي الكارثة التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم تفريغ حمولة الناقلة صافر؟ شكرا لكم على الاستضافة. طبعا 1.14 مليون برميل من النفط الخام الموجود في على 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 في الخزان العام صافر أو القنبلة الموقوتة صافر لها آثار كارثية سلبية على البيئة البحرية بشكل عام وعلى البيئة بشكل عام. فأنت تتحدث عن تخلص أو تلويث هذه الكمية للمنطقة البحرية بشكل عام، سينقم عنها تأثر التنوع الحيوي السائد في المنطقة وهو المميز والذي يعتمد عليه شريحة واسعة من المجتمع على طول هذه المنطقة، سينتج عنها تدمير بيئة الشعاب المرجانية، سينتج عنها تدمير بيئة المانجروف، سيدمر الطيور المرتادة لهذه المنطقة خلال فصل الشتاء، خلال فصل الشتاء اللي تجد في هذه المناطق موائل للراحة والقضاء ستتأثر وستموت الكثير منها، ناهيك عن تأثر أيضا شريان التجارة الدولية. فتخيل أنت يوم واحد اللي في قناة السويس الناقلة في العام الماضي سببت الذي أغلقت الحاجز سببت ملايين سببت خسارة ملايين الدولارات. فتخيل أنت حجم الملوثات التي موجودة والتي ستعيق حركة التجارة باعتبار هذه المنطقة شريان تجاري هام مرتبط بالذات باب المندب والبحر الأحمر. هذه كل المؤثرات لها آثار ضارة على البيئة وعلى ولا يمكن معالجتها. تشير الإحصائيات بحسب الدراسات أن تكلفة التصفية أو إلى آخر لو نجمت حوالي 20 مليار دولار، وهذه الأرقام نجمة من دراسات من الأمم المتحدة. هناك خطة أيضا معدة من قبل الأمم المتحدة، هل برأيكم سيكتب النجاح لهذه الخطة وهل تعتبر خطة مقبولة؟ عزيزي طبعا شارك معالي وزير المياه والبيئة في مؤتمر المانحين وكنا موجودين معاه في حينها مؤتمر المانحين اللي عقد في 11 مايو. طبعا تقدمت شركة سميت سالفديج بخطة متكاملة حتى عملوا بأرض كامل الخطة يعني ممتازة جدا، وهذه الشركة لها باع طويل في المسائل المعقدة مثل صافر وغيرها. أخذت كل الاحتياطات البيئية والمخاطر على يعني على المحك بحيث يمكن تدارك أي 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 أي, أي, أي شيء طارئ. الفكرة أنهم في الفكرة أن هيتم قلب نفط ناقلة نفط تسع كمية اللي موجودة في الخزان عين صافر، وسيتم رسوها بجانب صافر وتفريق النفط إليها. سيتم الأخذ بث الغاز الخامل، سيتم بث كل وسائل السلامة المهنية الإطفاء إلى آخره، إضافة إلى مركب آخر للتصفية وتصفية صافر فيما بعد ونقلها ونقل كافة المخلفات فيها بشكل آمن وسليم بيئيا. طبعا ضمن الأشياء طبعا طرحت من قبل اليمن كل المطالب حيث يتم الإدارة السليمة بيئيا أثناء النقل وأثناء الإدارة بشكل عام. فكل المخاطر الذي تدار طبعا أخذها في الاعتبار، وهي شركة متخصصة وقدم عرض برزنتيشن في مؤتمر المانحين كيفية سيتم ضخ النفط من ناقلة صافر إلى الناقلة الجديد والاحتياطات الأمنية الاحتياطات البيئية أثناء عملية الضخ لضمان النقل الآمن والسليم بيئيا. ولكن سيد فيصل، هل تؤيد أم تخالف ما قاله أحد المسؤولين العاملين بشركة النفط صافر بأن المبالغ المالية المرصودة مبالغ فيها وغير منطقية؟ والله الذي عمل الخطة هم طبعا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الموجود في اليمن ومسؤول الإغاثة وهم أدرى. نحن في الظرف لا يعني نحب أن يتم إنقاذنا من كارثة صافر، هذا يهمنا أولا. مسألة خطة مبالغة أو مبالغة لا ليس لي علم، بإمكانكم التواصل معي جهة
فنية أو محاسبية تفيدكم في ذلك. نعم، نشكرك على هذه المداخلة السيد فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، شكرا لك وكنت معنا عبر الهاتف. أخبارنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. نقطة أمنية في لحج تضبط إرهابيا قادما من البيضاء إلى عدن وبحوزته حزام ناسف. من الضالع اللجنة الأمنية توجه تحذيرا هاما للمواطنين. أهلا بكم من جديد. تمكنت نقطة أمنية في محافظة لحج يوم أمس الأربعاء من ضبط أحد العناصر الإرهابية وبحوزته حزام ناسف وهو في طريقه إلى مدينة عدن بعد بلاغ صادر من العمليات المركزية للواء الخامس دعم وإسناد. وأوضح البلاغ الذي حصلت صحيفة الشارع على نسخة منه أن تحقيقات الأولية كشفت أن الإرهابي كان قادما من محافظة البيضاء متجها إلى العاصمة عدن لتنفيذ عملية إرهابية. وأضاف أن الإرهابي كان يقود حافلة نوع هايس وبرفقته شخصين، حيث تم ضبطهم في نقطة الجبلين بعد الاشتباه بهم فورا. وذكر البلاغ أن الإرهابي حاول تفجير نفسه في نقطة التفتيش بعد الاشتباه به، غير أن اليقظة الأمنية لأفراد النقطة حالت دون ذلك. يأتي ذلك وسط تزايد ملحوظ لنشاط التنظيمات الإرهابية، خصوصا عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وإفراج ميليشيا الحوثي عن العشرات من العناصر الإرهابية وفرار العشرات الآخرين من سجن للقوات الحكومية في سيئون في مارس الماضي. حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع المواطنين من التستر وإيواء المطلوبين أمنيا وأصحاب السوابق من ثبت تورطهم بمواجهة قوات الأمن. وجاء في بيان للجنة الأمنية انطلاقا من مواجبات ومسؤولية اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة والخاصة والحفاظ على سلامة أمن وسلامة المواطنين، نحذر من التستر وإيواء المطلوبين أمنيا من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة. إننا في اللجنة الأمنية وبحمد الله تعالى انتصرنا انتصارا كبيرا لدماء الكثير من شهداء الاغتيالات، حيث كان ذاك الانتصار قد حظي بارتياح شعبي واسع من أغلب أبناء الضالع، وتم بحمد الله ضبط الكثير من قوى الشر والتخريب على ذمة قضايا جنائية وتخريبية، وما زلنا مستمرين في ملاحقة من تبقى من المطلوبين. مشاهدينا، ومع هذا الخبر الأخير والمؤسف، حيث توفي يوتيوبر يمني أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا للجوء الإنساني. وقالت مصادر حقوقية وإعلامية أن اليوتيوبر اليمني عبد المجيد خالد، والذي كان مهتما بالمجال العلمي في أكثر فيديوهاته على اليوتيوب، أنه توفي أثناء محاولته عبور الغابات بين بيلاروسيا وبولندا في طريقه إلى أوروبا. وأوضحت المصادر أن اليوتيوبر اليمني مات جوعا بعد أن تقطعت به السبل. ونعى حقوقيون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي عبد المجيد وحذروا من مغبة الهجرة الغير شرعية. من جهتها لم تعلق السلطات اليمنية على الحادثة حتى الآن، كما لم يصدر أي بيان من أي جهة أوروبية. جولة سريعة مع رسومة الكاريكاتير. وبذلك نكون استوفينا ما لدينا من أخبار لهذه الجولة الصحفية. فلسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.